جود مورنينج جود مورنينج. على اساس نهار الاول والثاني والثالث بالكويت وهيدا اجا بونس ابيزود. ما بعرف كيف ثقه بالدرس تبع تعمل اللي حضر وقال ليش شافوا لخليل ليش شافوا لبوب ما شفنا نحن. طب ثقه هيك ركبت هيك وبوب من اللي بيوعه الساعه 6 ونص اجى لعندي على الاوتيل وقال لي مش ما تعطى الهم. قلت له 10 بدي اكون بالمطار. قال لي ما تعطى الهم نحن جماعه بتوع بكير. فهلا بعرفكم على بوب بعرفكم على خليل شو بيعملوا هون. فقالوا يلا بنتروق مدين اندلوكا. ما حد من المحلات اللي كتير بحبهم كتير كتير بحبهم بحبهم بأمريكا بحبه بلندن بحبه كيف هو هذا المحل الجورميدي اللي كتسن شوب. ومش بس هيك عندهم أكل كتير طيب بس ما كنت أعرف أنه عندهم أدابتيشنز للميدل إيسترن فود بيناتهم المنقوشة مع جبنة. طلعوا هيدا الشيء اللي عملوا لي أكيد إكس بنديكت هولانديز التوست الحلوم والفتة والجبنة. طلعوا هون الانجليش بريكفاست الكامل كونتيننتال الكرواسون مع بيض. ما بعرف وين بدي بلش. وفي شيء كتير لفت لي نظري هو هيدا لبنه مع فته. اوكي ليتس ستارت. فهيدا بونس ابيزود مثل ما قلنا اخر نهار قبل ما فل. اف شكل العجينه طريه منيح. فيري جود ستاف. عجينتهم كتير 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 طيبه والجبنة والميكس مع الزعتر هذا الزعتر الأسيديك الانتنس. نقعد نرجع نجمع أفكارنا ومنقلع. ما بعرف إذا كرواسون أو هيدا نعمل هيدا بيض ساور دو بريد افوكا شكله حلو ها. هيدي اذا اكلت هلا ودقت بمنخاري وطلعينا الدنيا هيدا تنجر. ضبطت افوكا هولنديز حامضة شوي شوي صغيرة. Very interesting الجبنة اللي تحت خبزة طرية crunchy borders good stuff good stuff. هيدا الشيء بشهي flaky croissant scrambled eggs. طلع قديش محشية واو. كيف بتربح هيدا؟ هي كتير بتربح. بلا اللبنة. بتربح. بيك تايم بتربح. كرواسان طبعاً روعة. بيور بوتر كرواسان سوبر فليكي. والبيض اللي جوا سكرامبلد بس ما نشفهم. شبيبي هون لبنانية. الشيف والمانجر برا. بيعمل شغل كتير حلو كتير 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 حلو. ترجع على المحل محل حلو ديكور السقف العالي الضو على البحر الفيو وبعدين intercontinental international out of this world breakfast ختامها مسك مثل ما بيقولوا. مرسي يا شباب. ما بدنا ننسى كلير ونقول لها مرسي لكلير. نعم كلير بنقول لها مرسي كتير لكلير لأنه كلير هي اللي تلفني لها وقلنا لها جايين بكير واهتمت فينا وقالت لهم للشباب يكونوا حاضين وساعة 8 كانوا فتحين الباب والمطبخ جاهز. فتانك يو مرت الجاي منصور بتكوني انت هون. انا مكفى وفي جوع عتيق. طلعوا الخبز واو تسمل. يلا جريت نكست تايم بتكونوا هون جين أندلوكا. ما قلع كتير بدبي ما عرفت ليش مع انه محل كتير مهم. نكست تايم نروح على الفرع التاني محل ما فيه الجروسريز عند الشوبينج تنبسط مننا لك ما برجع على البيت ايدي فاضيين. قول الشباب لازم اعرفكم عليهم انه وعيوا الساعة 6 كرمالي ضروري. هلو ابراهيم نعمة بوب بشتغل مع SAP I'm an implementer delivery manager مسؤول هون بالكويت.
خليل دكور بزنس ديفلوبر مانجر اوكي ام جي اس كومباني اي تي فيلد. انا لي 4 سنين بالكويت، خليل له شيء 14 سنه. 14 سنه بالكويت. يس انطوني بالنسبه لنا هو الويك اب كول تبعنا، سو نحن ويك اندز او بارديت الجمعه الساعه 6 وعيين ما عندنا شيء نعمله، بندور التي في، بنحط يوتيوب، شوف في اخر الحلقات من انطوني. وصلنا لدرجه صرنا بس ننزل على لبنان وفولو انطوني، يعني وين انطوني بيروح يعني ذس از ا جود بليس بنروح لهونيك. سو ثاقب تعرفنا بالصدفه انه هو رح هون بالكويت وهي واز ليتل بيت بيزي. امبارح بالصدفه عشيه اي دي ام دهم اوكي خلص ليتس ميك بريكفاست تومورو، بس قال لي بدي صور حلقه حلوه. سو قلت له ما قلنا غير دينا ديلوكا نجي لهون، وهوبفلي ناطرينه within the upcoming months بدنا نعمل شيء خويت على 4-5 ايام. انطوني هو سفير السياحه عندنا بلبنان، هو مرشدنا السياحي ببلدنا، هو اللي بيدلنا على الاماكن اللي نحن ما بنعرفها، اللي الفرنسويه بيجوا بيروحوا على بعلبك بيعرفوها اكثر من نحن. لما نزلنا من ورا انطوني صرنا بنروح على هيدي الاماكن صرنا بنعرفها. انطوني هو بالنسبه لي هو البوزيتيف فايبس اللي بقدر اخذها انا بما اني برات لبنان، فهو الوحيد اللي بيعطيني هيدي البوزيتيفيتي، بيعلقني ببلدي، بخليني ارجع لا لبنان بعده موجود، فيني اشتغل برا وفيني ارجع اعمل سياحه بلبنان وفيني انزل و bring our fresh cash with us to spend it there. هيدا المين اوبجكتيف من رسالته لانطوني. يعرفنا على المدام الختياره اللي عندها محل منقوش تحت الدرج بتترزق منه ما حدا بيعرفها اطلع لعندها، الفيمس كل المطاعم المشهوره كثير كل العالم بتعرفها، بس لما تروح لهونيك حتلاقوا الطيبه، حتلاقوا البوزيتيفيتي اللي بتعطيكم اياه، حتلاقوا الاخلاص والمحبه بكل لقمه انتم بتاكلوها. ثانك يو كثير انطوني، باسمي واسم اللبنانيه بالكويت انا كثير بتشكرك على اللي عم تعمله لنا، وان شاء الله اكيد فور فيوتشر مثل كان بيحكي بوب هلا، ان شاء الله فور فيوتشر وحنعمل لكم اشياء خويت بالكويت ان شاء الله. وعدوني بحلقه غير شكل، وعدوني بحلقه من هول الحلقات اللي مثل ما انا بحبهم، يعني الانكونفشنال بليسز، ما عنده انستغرام ما عنده فيسبوك، بالطريق اللوكلز كيف بياكلوا الرزات، قالوا لي في فويري، قالوا لي في كثير اشياء حلوه، وان الله راد نرجع نلتقى. بقول لهم ميرسي اكيد، ميرسي على الاستقبال وعلى الترويقه اليوم. بس اهم شيء خلينا نرجع على الموضوع، لانه هيدي واحدة من الحلقات القليله اللي ما اكلنا فيها منقوشه، ففينا اقول لكم اذا عبالكم منقوشه طيبه كثير مهمه، رقيقه منا تاشه وقفتها كثير حلوه، جبنتها كراما زعتراتها، ذس از ا جود منقوشه، زعتراتهم كثير مهمين، اخضر فاتح يمكن شوي اردني، الجبنه منا مالحه بس منا حلوه. This is a good job. Good job. يلا enjoy your day and breakfast مع عصير الرمان. وهيك من إلا باي للكويت وملتقى بالحلقة اللي بعده. بعد شي دقيقة بالمطار، معقول يرجع فيلم المطار ما جرب مطاعم المطار. ايه ملتقى بعد شوي. المنقوشة فهمنا، منقوشة فهمنا، البيض فهمنا، بس صايبينها on all fronts. البانكيك، بتطلعوا البانكيك هالقد كبيرة بتقول اف كبيرة يمكن مش مستوية من هون ومش مستوية من هون، بتطلعوا بالبانكيك مشغولة صح، الميبل سيرب عليها عالقد بالاخر بيعطيها سويتنس اللازمة، سبونجي ومستوية من جوا، comforting هيك enjoyable. هلا بدها شقفة بيكن يعني، بس انا طيبة هيك. وحتى نطلع هون فرنش توست مش دلعة، عالقد زبدة، عالقد كل شيء، مخمر عالقد عن جد، ختامها مسح enjoyable and pleasant experience.
اخر وقفه لما اطلع الطياره وشفت انه ريزن كان فاتح بالمطار، فقلت ليش لا، مع انه صارت هلا تقريبا الساعه 11:30 يعني وقت الغداء قبل ما اكل على الطياره. الاكسبيرينس كان كثير حلو، كثير 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 حلو، حبيت كثير الاكل الموجود وين ما كان. ما قدرت اكل لبناني كثير، ما لحقت، اربع ايام كانوا كثير سريعين بين التبليش والنهايه، كنت عم بوعك اليوم كثير بكير خلص يعني على القليل متاخر. بس فينا اقول لكم انه بعدكم ان الله راد رح ارجع قبل اخر السنه، لانه شفت انه في كثير اشياء بعد فينا اعملها، تعرفت على اشخاص بتاخذ العقل، في مطاعم لبنانيه بعد ما زرته بخبروا كلهم انه الاكل اللبناني هون كثير طيب. خلاص قبل ما اظهر بقول انه في نفس بهالبلد، في اكل بهالبلد، في شيء حلو، في شيء طيب، في شيء لذيذ، في كل شيء اكلته، ان كان فرايد تشيكن لحديت الاكل الشارع، في شغف للاكل اللي معمول كثير صح. انبسطت انه شفت اشياء كثير للاولاد، فاذا عايشين هون او عبالكم مفكرين تنقلوا لهون، في شيء للاولاد يعبيهم ويسليهم كل الوقت. سياحة ما كتير يعني، بثلاث ايام بتخلصوا كتير، اذا ما بتحبوا الاكل منو البلد لإلكن. ما في كتير اشياء بتنعمل، مولات all the way، الافنيوز، شو هالمول. كنت قاعد بالكورتيارد ماريوت اللي حبيته كتير، خفيف نظيف سريع، طلع اوضة نزلة. عندان المطار ثلاث ارباع المحلات المسكرين هون، يعني في محلين من هالميلة هن الشاي، يعني شيك شاك رايزنج كينز وستاربكس، تاني ميلة هي امريكانا مسكرة كلها فور ناو، يمكن ترجع تنفتح. قبل ما نفل هيدا الدجاج الوحيد يلي اول شيء مثل ما قلنا هو الفيليه الاساسي تبع الدجاج، الباتر الوحيد بين كل الكومبيتيتورز اللي ما بحط فيه غارليك باودر، مطبوخ مزبوط، قرشته من برا مثل ما سامعين، سوبر جوسي، سيجنتشر شوز توم ما في الا بالغارليك بريد اند دايت كوك. كويت فيري كويك، من بعد 6 سنين يعني 2016 كانت هيك اوفر فيو، كمان كانت مركزه وقتها على اللبنانيه. نرجع قريبا، طيارتي بعد ربع ساعة ولازم اركض. سيو، باي.